من شروط السفر الساعد هو ان مع الديبار مع الانطلاقه كل شيء يكون ناضي وما يكون حتى شي مشكل، يعني في المطار الخرجه الاولى تكون كلش هو هذا، ولكن ماشي دائما كيوقع هذا الشيء. هذا بعض الحين كيجي المسافر للمطار هو عامل في حسابه بان عنده الحق في بزاف ديال الامور، وفي الاخر ما كيكونش عنده الحق في داك الشيء هذا كامل. علاش؟ لانه ما شراش الطريفه اللي خصو يشري من شركه الطيران. مثلا كيجي عندك يقول لك عندي الحق في 20 كيلو، عندي الحق في 10 كيلو في يدي، وما عنده والو من داك الشيء هذا. على هذا اليوم غادي نشرح لك الطريفات ديال راينر اللي هما خمسه. اول حاجه طريفه فاليو، هاد فاليو هادي كتمشي السيك طويل ما عندك والو، محفظه صغيره في دارك، هذه هي المقاييس ديالها. الطريفه الثانيه سميتها ريغولار، عندك الحق الاولويه في الاركاب، باجاج ديال 10 كيلو والساك في ظهرك، وكذلك المقعد ديالك محجوز بلا ما تخلص عليه. كاين واحد الطريفه اخرى سميتها بلس، هاد الطريفه هادي عندك الحق في الباجاج اللي كديرها ظهرك، المقعد ديالك محجوز، عندك الحق تسجل حتى 20 كيلو، وعندك الحق تعمل التسجيل في المطار بلا ما تعمل تشيكن اونلاين، وتمشي للمطار عاد كيعطيوك ورقه الاركاب كايتها الناس. كاين واحد الطريفه اخرى سميتها فاميلي بلس، هذه كتصلح الناس اللي هما عائله كبيره، مثلا عندك افراد ديال العائله خمسه، فشنو هي المزايا؟ كل واحد فيكم كيدي باجاجه ديالو، المقاعد محجوزه كتجلسوا قدام بعضياتكم حدا بعضياتكم، كذلك كل واحد من افراد العائله عنده الحق في 10 ديال الكيلو يسجلها، وزيد على ذلك عندكم الحق كاملين كعائله في 20 كيلو تسجلوها. راينا خسرت واحد اللعيبه اخرى واللي هي الطريفه الخامسه سميتها فليكسي بلس، بحال اللي هي بيزنس، يا ما بيزنس ما والو نورمالمون، فتقدر تبدل البي بلا ما تخلص عليه اولا الوجهه بلا ما تخلص عليها، ولكن ملي كتبدل شنو كتقول لك راينا؟ انا عوض ما نتخلص منك الفرق ما بين البي ونزيد عليك الضريبه غنتخلص منك الفرق اي ما بين البي، ما بيزنس ما والو. ولكن شنو هي المزايا ديال هاد الطريفه هذه؟ هو انك الاولويه في الاركاب، باجاجه ديال 10 كيلو، ساك صغير ديه في ظهرك، اي مقعد بغيتيه في الطائره، وعاد تسجيل حتى للمطار بلا ما تحمق راسك وتامبريمي داك الشيء في الدار. هادو هما الطريفات ديال رايانير.